لقى طفل مصرعه اثر سقوطه في بلاعه للصرف الصحي مغطاه بقطعه من الابلكاش. الطفل اسمه ياسين عماد رواش، هو 5 سنين، هو ده اللي حضراتكم شايفينه في الصوره. كان بصحبه والدته في النادي، ومع انتهاء بقى اليوم الرياضي خرج من البوابه المطله على شارع الهرم، والابن الحقيقه ساب ايد والدته للحظات اختل فيها توازنه. سقط داخل البلاعه، وعلى الفور يعني تم تنفيذ طلع من جانب الغطاسين بعملية بحث وتمشيط امتدت من الطلبية وصولا لمحطة فيصل، وتم العثور على الطفل، تم انتشال جثته ونقله لأقرب مستشفى. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحال الواقع للنيابة العامة للتحقيق، وأكد أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مظاهر للإهمال ومحاسبة المقصرين.